ايه رايكم نلعب؟ يعني هنلعب زي لعب يلا ماشي بس هنرجع تاني بقى. انا مقلق منكم. لا 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 ما تقلقش. لو جالك دلوقتي سؤال ان انت هتغني لنا اوكي تمام العب يلا بس بطريقه سميره سعيد او هيفاء وهبي تختار مين؟ لا ما تقعدش تفكر كده. سميره سعيد. سميره سعيد. سميره سعيد. هتغني العب يلا بطريقه سميره سعيد. غششني وانا هقولها. والله انت غششتني. هقول هاتلي بس هاتلي. يعني انت اخترت استاذه سميره سعيد وغششك؟ يعني مثلا اقول لك مثلا انت عندك خلف لحن. انت لحن يلا. ما انتوا بتلحنوا وتكتبوا وتقولوا خلف لحن اغنيه ليها هي من عندها بس العب يلا. ايوه يعني انت دلوقتي السؤال ليك انت ايه؟ انت بقى معايا. ما تغششوا شويه يا اورتيجا بقى عشان اجي لك انت كمان اهو. يوم ورا يوم. يلا يلا ماشي قول. انت مثلا خد اللحن حط عليك كلام كانك انت الشاب امامي وانا ايه سميره سعيد تخش معايا. يلا يعني هو كان دويتو اصلا. العب يالا مش عارف ايه. لا هنجيبها اداك المطلع. يوم ورا بس انا هجيبها مش هجيب النبر يعني هجيب الطريقه بس. قاعد لوحدك كده سرحان يا حبيبي. ما مش لا على فكره العب يالا. ما انا بقول لك اهو انت خش العب يلا العب يلا العب العب يلا يعني انا عند ليه قول هي ماشي بعد كده هو عايز يجيب يوم ورا يوم في العب يلا. ايوه فاهمني زي ما انت جبت الدخله كده. العب يلا العب يا حلولي العب يلا العب العب يلا وبعد كده عايزين ليه ايه ليه احنا بتقول لي طعمين فينا ده انا بتقول لي طعمين فينا ده عمالين انا بص يا اورتيجا تعالى بقى انا عارف ان انت برضو بتاع كوره وكروي تمام كروي ورياضي وبتروح تلعب كوره والكلام ده كله قلت حركه بالاغنيه مثلا لا 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 يا ريت انت برضه نفس الموضوع تغني العب يلا بس غنيها لنا بصوت مقدم كوره زي مثلا الكابتن مدحت شلبي. ايوه يا نهار ابيض بقى مش. شوف ورينا بقى لا انتوا هتقعدوا بقى تحدفونا لبعض شلبي اي حد انت عايز مش هعرف قوي ممكن يعني بص المطلع كده خد كابتن مدحت شلبي لما يبقى قاعد رايق كده قدام مباراه وفيها كده اوكا وارتيجا وايه بقى وداخلين على 8% اهو البند وهنلعب يلا يا نهار ابيض كده بقى الشغل ده. طب ما تقول انت. ما انا قلت يعني انا برعت لك بالسؤال. طب اقول لك على حاجه قلد مقدم معلق رياضي تاني بلاش هو انا مش عارف اجيبه. ماشي. قاعد لوحدك ايوه كده سرحان شيطان يوزك في سكه شمال وجول جول وجول. لا كده خلاص هو اللي كسب على فكره. مين ده اللي كسبت؟ نتيجه اللي كسب الحمد لله. لا لا ده استاذ الكاشف بجد والله. يعني هو برده بص دخل عملها على طول. ايوه انت جايب له معلق وجايب له انا تقول لي انت حظك وقعت فيها هي. طب ما انا اعمل لك ايه؟ انا بحب هيفاء وسميره هو بيحب الكوره على علمك كل واحد بيختار اهتماماته. انا هنعمل دويتو سوا ماشي مفيش مشكله الحمد لله قعدت هنا لعلمك والله انا من الاول قلت لك ما تقلقش انا مش هنام خالص. شوف هو قاعد قدامها خليه بقى هو قاعد قدامها. تسمع ايه في الطفوله؟ اغاني؟ في كده كانت فتره عليا بسمع في كل الاغاني عاوزين اغنيه من الطفوله. اغنيه من الطفوله اللي هي بتاعت دلوقتي هتقولي طفوله بقى ايه ما كانش في اغاني. بص هي اللي مشهوره اغاني الراديو دي كنت أوكي. كل يوم فاهمه ابويا مشغله في الراديو طبعا كله عارفها وكله طبعا هو انت رايح المدرسه الساعه 6 بس اللي معلقه بتاعت بالسلامه يا حبيبي بالسلامه. لا لا يعني ادينا كده هو لازم امسك المايك واغني. ما انا قلت لك على طول لازم تقول لي اجي اقول حاجه. لا عاوزين نغني هي بتاعت بالسلامه اغني ايه بتاعت مين؟ مش عارفاها بصراحه. كانت بتشتغل في الراديو. ايوه برنامج ايه؟ طب مقدمه ايه؟ بس الصباح كانت لا كانت بتيجي هتلاقي حاجه كده من الحاجات اللي كنا بنسمعها الصبح واحنا رايحين المدرسه. ايوه والجيتار الاسباني الساعه الان وقطر الندى وكده قطر الندى. ايوه ايوه لا ده بيعرف يقلد على فكره. مش بعرف اقلد. لا هو كان بيعمل كده وانا ماشي والله. اورتيجا على فكره اورتيجا. ايوه لو مثلا نركز في نبره حد يجيبه يجيبها هي. بتقلد مين؟ طب كلنا غششنا. لا بتقلد ممثلين بقى ولا فنانين؟ لا مش للدرجه دي. لا يعني ممكن مثلا ايه بس هو خلي بالك هو كل ما يتزني في سؤال معاها يسلمك انت. انا مش هينفع يعني ممكن قولي قولي بيقلد مين وانا بتكلم او انت بتتكلم او انت بتتكلم هو ممكن يوم لقيت منك حاجه كده يقولها بعديك على طول في يجيبها صح فعلا والله. طب يعني قول لنا طب قلد لنا دعاء بعد اذنك يا اورتيجا. ما مش هينفع. قلد لنا دعاء بعد اذنك. لا قلده هو مش هينفع. لا قلد احمد هي بتيجي تلقائيه كده من اي واحد قال قدامي حاجه فبحب ان انا خلاص احنا اجيبها اكنه هو اللي بيعيدها تاني. قلد احمد. طيب ما هو ما مش هينفع. ليه؟ مش جاهز مش مؤهل مش مؤهل. لا بص هو بيتكلم كمان كيو دي طلعت صاحبتك تقول لك كيو. بص برضه كلام الستات تحس كله كيوت وتوتي. ما انا